بشكل واضح. نحن في مصر وفي الجامعة العربية والدول العربية مع وحدة الأراضي الليبية، لكننا ضد الميليشيات، ضد حكم الإخوان، ضد فايز السراج، ضد خالد المشري. نحن مع الجيش الوطني الليبي، نحن مع البرلمان الليبي المنتخب، نحن مع الشعب الليبي الموحد. نحن ضد هؤلاء الخونة وأعوان الخونة، الاستعمار وأعوان الاستعمار، اللي بيمثلوا مين؟ بيمثلوا فايز السراج وخالد المشري. هم دول أعوان الاستعمار، أعوان الدولة التركية المعتدية، أعوان هؤلاء المرتزقة الذين أرادوا بالشعب الليبي شرا. الشعب الليبي والشعب المصري إخوات رغم أنف أردوغان، إخوات رغم أنف فايز السراج، إخوان وإخوة وأصدقاء وأهل رغم أنف خالد المشري وجماعته، جماعة الإخوان. النهاردة فايز السراج يطلع، هو عنده دم؟ أنا مندهش. راجل روح شوف همك، جيد أنت بتوافق، بتوافق على احتلال تركي لأراضي سوريا؟ سوريا. أنا عايز أفهم، هو أنا بسأل سؤال يا سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية، كيف لفايز السراج أنه يمثل ليبيا وهو من أعوان الاستعمار والخراب والإرهاب والإخوان والميليشيات، وكيف تغيب سوريا؟ يعني برضو عايزين عقل في الموضوع، أنا مش قادر أفهم. أنا أطالب أنه فايز السراج لا يمثل ليبيا، لا يمثل ليبيا، بيمثل ليبيا البرلمان الليبي عقيلة صالح والجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. أما فايز السراج وخالد المشري دول بيمثلوا أعداء الدولة الليبية، والدولة الليبية والليبيين أكفأ وأفقه مني في فهم هذه الأمور. ده فايز السراج. تعالوا اسمعوا طيب خالد المشري اللي هو النهاردة بيشتم في مصر والإمارات. خالد المشري بيقول إيه؟ بيقول نتفهم عملية نبع السلام، ده رئيس مجلس الأعلى للدولة الليبية، وندعم تركيا في محاربة الإرهاب. الراجل ده وقح جدا على فكرة، خالد المشري ده وقح 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 إلى أبعد مدى. بيقول خالد المشري في وقت سابق اتهم المجلس الأعلى للدولة الليبية جامعة الدول العربية بأن بياناتها وقراراتها باتت رهينة لحسابات وأجندة الدول العربية بعينها وهي مصر والإمارات. أنا بقول لخالد المشري يا حقير يا إرهابي يا إخواني يا عميل يا جاسوس يا أحد المسامير في أحذية الاستعمار، اصمت واخرس إلى الأبد عندما تتحدث عن مصر. أنت بتمثل جماعة لا تعترف بحدود، والشعب الليبي أوعى مني في معرفتك ومعرفة جماعتك ومعرفة من يدفع لك ومن يحركك. خالد المشري بيتهم، بيقول إن مصر والإمارات مش عايزين استقرار ليبيا. والله والله إذا يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والناس دي ما عندهاش حياء، لا حياء ديني ولا حياء سياسي ولا حياء وطني. تعالوا اسمعوا خالد المشري وهو بيتكلم. أنا عضو قيادي في الإخوان المسلمين، ونحن لا نحتضر ولا غير ذلك، نحن نحمل في قلوبنا دعوة الله ودعوة الناس إلى الخير. بيقول أنا عضو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين. هو اللي بيقول، أنا ما قلتش. يعني أنا اعرف اقرا وشوف وتابع المواقف، ابحث عن الجذور تفسر لك كل حاجة. عمال يشتم في مصر ويشتم يشتم يشتم يشتم. في الاخر بالدوار ده اخوان، هو بيقول هاتها تاني، معلش يا ابراهيم معلش، هاتها تاني. بيقول انا عضو في قيادي في جماعه الاخوان المسلمين، اللي بيشتم مصر النهارده، اللي وقف مع تركيا. الامور واضحه، الفرز واصل الى منتهى. هاتها لي تاني يا ابراهيم. انا عضو قيادي في الاخوان المسلمين، ونحن لا نحتضر ولا غير ذلك، نحن نحمل في قلوبنا دعوه الله ودعوه الناس الى الخير. انا عضو قيادي في الاخوان المسلمين، ونحن لا نحتضر ولا غير ذلك، نحن نحمل في قلوبنا دعوه الله ودعوه الناس الى الخير.